روحي شوفيها لبنتك يا زهراء. أنا هلأ شفتها يا رضا، البنت نايمة مريضة شوي، خليها ترتاح. إذا حرارتها مرتفعة بناخذها على الدكتور. لا لا ما في داعي، أخذ شوية برد ما في شي. رضا بدي أحكي لك عن شغلة. خير إن شاء الله. خير خير. أنا اليوم رحت لعند المحامي مشان ارفع دعوة افتراء على اللي اتهموني بالسرقة. ترفعي دعوة؟ لك شو محكمة ولك وشو محامي؟ هيك شغلات كبيرة علينا يا زهرة. لا مو كبيرة، هذا المحامي معرفة روميس سخان ومشاطر كتير ورح يسهل علينا كل شي، ما تاكل هم انت. انت قلي لي دعوة شو هي؟ قلي لي شو اسمها؟ دعوة تعويضات. دعوة تعويضات؟ ايه هاي شغلة بتعمليها يا زهرة؟ بدك يعني اخذ مصاري من الناس اللي ما بتخجل؟ وين راح كبريائنا؟ هيك شي ما بيليق فينا. استنى شبك لا تعصب بسرعة علينا يا رضا. يا الله دخيلك، ما بدي مصاري، انا بدي حقي، بدي اياهم يعتذروا مني، بدي اياهم يكونوا بشر. اطلبي حقك امي، نحن كلنا معك. والله مو مبين عليك متحمس لهالمشروع يا رضا، اذا عم تعمل هيك مشان رفقتنا فصدقني ما في داعي، يعني لساتنا باول الطريق، خلينا ننسى المشروع. والله يا فيصل هالموضوع كتير كبير علينا وفوق طاقتنا وعلينا، صدقني في كومة ديون وهي قصة البنك عم تخوفني كتير. مشكلتك ما عم توثق فيني يا رضا، انت المطلوب منك اسمك وتوقيعك والباقي علي، والمصاريف والديون كلها انا بدفعها. بكرة بس الله يفتحها علينا ما رح نكون شراكة بالديون، رح نتشارك بس بالمربح. لك يا اخي دخيل عينك، لو انا ما بعرف انك محتاج لهيك فرصة، ولو ما بعرف انه مرتك عم تضل طول الليل عم تساوي مربى وعم تشتغل شغلات كتير وعم تتعب، والله كنت شفت حدا غيرك. يلا اتفقنا لك. تفضل اخي.